بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم. أبنائي تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي، أهلا وسهلا بكم في هذه المراجعة الخفيفة لدروس اللغة العربية. إن شاء الله اليوم أبنائي راح نشوفوا بعض الأمور، ليس كل الأمور، بعض الأمور أشير لها في فقط أتركها لكم في الروابط لتعودوا لها. إذا نبدأ أولا أبنائي الجملة الإسمية والجملة الفعلية. الجملة الفعلية هي ببساطة التي تبدأ بفعل، كل جملة تبدأ بفعل راهي جملة فعلية. الجملة الإسمية هي التي تبدأ باسم. لاحظوا لهنا أبنائي، لدينا أراد الذئب إمساك الخروف، لدينا جملة إسمية هنا أراد راه هذا هو الفعل، إذا نقول عنها جملة فعلية. هنا الأمطار غزيرة، هنا هذه نقول عنها جملة إسمية لأن الأمطار اسم. الآن أبنائي نذهب، يقول لكم مثلا استخرج فعل أو اسم أو حرف. ما هو الفعل؟ الفعل هو كل كلمة دلت على القيام بعمل، تدلنا أنه شخص أو أي شيء قام بعمل معين. مثلا لدينا فكر، جمع، احتال، خدع، نظر، تنقل، هذه كل قام بعمل، هذا هو الفعل. الآن الاسم هي كلمة نطلقها على حيوان أو إنسان أو شيء، نقول تلميذة اسم، خديجة اسم، لجين اسم، فراشة اسم، غزالة اسم، شجرة اسم، بحيرة، مكتبة، رحلة، كل هذه أسماء. هنا أبنائي يقولنا مثلا استخرج اسم مؤنث واستخرج أو استخرج اسم مذكر. أنا كيف أعرف ما هو المذكر وما هو المؤنث؟ المذكر هو الاسم الذي نشير له بهذا، نقول هذا ولد، هذا جمل، هذا زورق. المؤنث نشير له بهذه، هذه مديرة، هذه نحلة، هذه بركة، وهكذا. الآن لدينا الحروف. أخواتي الفاضلات، بالنسبة للحروف كاينين المعلمين اللي بدأوا منذ الآن يسميو مثلا هذه حروف العطف، هذه حروف الجر، لكن كاينين بعض المعلمين اللي مازالوا يستخدموهم ككل كحروف وفقط. كما لاحظتوا في الكتاب راهم مخلطين بين الحروف العطف وحروف، يعني جامعينهم حروف العطف وحروف الجر. إذا الحروف يقولنا في النص يدير لكم جدول ويقول لكم استخرج حرفا، أي وحدة من هذو راهي حروف، فا و ثم أو من إلى عن في بي إلى، كل هذه حروف. أيضا أبنائي الأسئلة الكثيرة التي سوف تجدونها في الاختبارات والتقويمات هي مثلا استخرج، استخرج جمع مذكر سالم، استخرج جمع مؤنث سالم، استخرج جمع تكسير. جمع التكسير أبنائي يظهر أمامكم الرابط الآن، هنا هنا يظهر أمامكم الرابط في جمع التكسير. بالنسبة لجمع المؤنث السالم، كل أبنائي كلمة هي جمع وتجدون في نهايتها واو ونون أو ياء ونون فهي جمع مذكر سالم. هنا مثلا قلنا المتخاصمون، المتباعدون، المسلمون، المؤمنون، اللاعبون، هذه كلها جمع مذكر سالم. الآن جمع المؤنث سالم هي نجمع بها لما يكون عندنا اسم مفرد مؤنث، لما نجمعوه يولينا جمع مؤنث سالم، وينتهي بماذا؟ بالألف والتاء. احنا عندنا درس لكم أمثلة، سيارات، ممرضات، مدعوات، حافلات، وهكذا. أبنائي لاحظوا لهنا ماذا لدينا؟ لدينا هنا جمع التكسير هي الجموع، هي أي جمع توجدوه كلمة جمع وما نطبقتش عليها القواعد الأخرى، ما فيها
لا واو ونون وياء ونون ولا فيها ألف وتاء، إذن هي جمع تكسير. هو من الأسئلة دايما تقولكم استخرج. عندنا شوارع، شموع، أعوام، كتب، مياه، كواكب، منازل، شواطئ، كل هذه نقول هنا أنا حاطة فاصلة، هي نقطة وليست فاصلة. كل هذه تعتبر جمع تكسير. لدينا اسم الفاعل أيضا أبنائي، يظهر أمامكم اللهنة الآن. اسم الفاعل يظهر أمامكم الرابط، عملت فيديو بسيط وسهل ومفهوم اللي يحب يرجع ليه. اسم المفعول كما اسمه أبنائي، مثلا يقول لكم سغ، يعطيكم مثلا كلمة هكا فعل فتحة، ويقول لكم هاتي والله سغ منها، اسم المفعول. أنا هذه فتحة هي تشبه الفعلة، هذه فتحة تشبه فعلة، فعلة رجعناها مفعول، إذن فتحة نرجعها مفتوح، هذا هو اسم المفعول. عندنا جماعة مجموع زي مفعول، رفعها مرفوع مثل مفعول، كلها مثل مفعول. مفعول هنا سأل مسؤول، كتب مكتوب. عندنا أبناء التاء المربوطة والمفتوحة، أيضا عملت لكم فيديو بسيط جدا خاص بسنة ثالثة، خاص بكم انتوما، نشرته الأسبوع الفارط، يظهر أمامكم الرابط الآن اللهنة. ماذا لدينا أبنائي؟ أريد أن أشرح لكم حاجة ما طرقنا لهاش سابقا، هي سوى وغير وإلا، باه تميزوا برك أبنائي. إذا لدينا، لاحظوا هنا أبنائي، مثلا يعطيكم في السؤال ضع سوى وغيره وإلا في جمل، ما تعرفوش أنتم ما الفرق بين سوى وغيره وإلا. هنا أبنائي راح نوريكم طريقة بسيطة جدا من خلالها نفهم متى نضع سوى وغيره ومتى نضع إلا. الحاجة الأولى اللي لازم تفهموها أنه سوى وغيره لهما نفس المعنى تماما. الحاجة الثانية وهي الأساس، لاحظوا أبنائي لما نقرأ فقط، أنا ليس لدي البرنامج اللي نشكل به، لم تعلق المعلمة سوى لوحتي أكرم، هنا لوحتي تكون بكسر، الكلمة اللي وراء سوى وغير تكون دائما بكسر. وهنا نقول عرض كل التلاميذ أعمالهم غير تلميذ واحد، أيضا بكسر، قلنا سوى وغير الاسم اللي يكون بعدها يكون بكسر. لكن هنا لاحظوا كيف أقرأ، لونت كل الصور إلا صورة واحدة. هنا إلا الاسم اللي يأتي بعدها دائما يكون ماذا؟ يكون بفتح، بفتح. إذن لو جدته هنا يكون عندكم فراغ، وجدتوا هذا الاسم بكسر تحطوا غيره أو سوى، نفس الشيء. لو جدتوا هذا الاسم بفتح لازمكم تحطوا إلا. إذن أبنائي الأعزاء، باقي الدروس أضع لكم روابطها أسفل الفيديو أحسن، مثل تصريف الفعل الماضي والمضارع، الفرق بين السين وسوف، التاء المفتوحة، وقلت أيضا اسم الفاعل. إلى هنا أعزائي نقول لكم نلتقي في فيديو آخر في أمان الله.